تستعر نار الصراع بعد مرور عام على اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل. ففي 7 أكتوبر عام 2023 واجهت إسرائيل هجوماً مفاجئاً من حركة حماس، مسجلاً اليوم الأكثر دموية في تاريخ الأمة. واليوم وبعد مرور عام لا يزال الصراع مستعراً على جبهات متعددة. تخوض القوات الإسرائيلية اشتباكات عنيفة مع حماس في غزة وحزب الله في لبنان والمسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا يهدأ العنف ويبقى الوضع متقلباً للغاية. وفي الوقت الذي تحيي فيه إسرائيل هذه الذكرى الأليمة، لا تزال الأمة تعاني من صدمة العام الماضي. وقد ترك الصراع المستمر أثراً عميقاً على المجتمع الإسرائيلي، وتتزايد الضغوط على الحكومة لإيجاد سبيل لإنهاء إراقة الدماء. أبقوا على إطلاع دائم مع استمرار تطور هذا الوضع المعقد والمتغير.